بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، ما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف. إكرام الضيف من محاسن هذا الدين العظيم، وقد حث عليه الإسلام أيما حث، وحظ عليه ورغب فيه، وجعل إكرام الضيف مقروناً بالإيمان بالله وباليوم الآخر. وهذا أعظم حث وحظ على هذه العبادة الجليلة. فإكرام الضيف إذا احتسبه الإنسان فهو من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والإكرام والكرم صفة محمودة ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، فهي من دلائل الإيمان ومن قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من كان كريماً فإنه يكون منشرح الصدر وإن كانت معيشته ضيقة، بينما من اتصف بالبخل فإنه يعيش في نكادة وإن كانت حاله متسعة، وذلك لأن الكرم يشرح الصدر والبخل يضيق الصدر، وهذا أمر مجرب ومعروف. والكريم مخلوف النفقة، والله عز وجل يعينه سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من نفقة أو وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالكرم بالعموم أمر محمود، وإذا تعلق بالضيف فإن هذا زيادة في هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الإكرام. فإكرام الضيف حث عليه ربنا سبحانه وتعالى، وذكر نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم بهذه الصفة العظيمة، حثاً للأمة أن تعمل بما عمل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل. قال رحمه الله: باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وهنا الاستفهام: هل أتاك، استفهام تشويقي حتى يتشوق السامع إلى معرفة هذه القصة وما فيها من الفوائد. قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هذه القصة استنبط منها العلماء أحكاماً كثيرة، ونذكر شيئاً يسيراً منها. فأولاً، الله سبحانه وتعالى سمى الملائكة وهم ضيوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سماهم مكرمين، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرمهم أيما إكرام. فكل ما يفعله إبراهيم في هذه القصة فهو داخل في الإكرام. قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فالذي شهد لإكرام إبراهيم للملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هذه فائدة أولى، وهي فائدة نفيسة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان مجلسه مفتوحا للناس، كان مجلسه مفتوحا للناس. كيف استنبط العلماء رحمهم الله هذه الفائدة من هذه الآية: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال العلماء: الملائكة عندما دخلوا على إبراهيم لم يستأذنوا، فلو كان الباب مغلقا لاستأذنوا، ولكنه كان مفتوحا فسلموا. والسلام هو من أدب الدخول لا من أدب الاستئذان، فلم يحتج الملائكة إلى الاستئذان على إبراهيم حتى يدخلوا عليه، وإنما سلموا. فدل هذا على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مجلسه مفتوحا للمارة وللأضياف، كما استنبط أهل العلم من هذه الآية. قال: دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فهم سلموا، ثم هو رد السلام بأحسن من سلامهم، فرد بالجملة الإسمية، بينما هم سلموا بالجملة الفعلية.
والجملة الإسمية أثبت وهي تدل على الثبوت والاستمرار. قال سلام قوم منكرون، لم يقل لهم أنتم قوم منكرون، لأن هذا قد يستبشع في اللفظ ويستبشعه بعض الناس، قال قوم منكرون، وهذا أيضا من الأدب في الحديث مع الأضياف. قال فراغ إلى أهله، وهذا أدب أيضا في الضيافة، لم يعرض عليهم أنه سيكرمهم، وإنما راغ إلى أهله، يعني ذهب مسرعا، فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنين. أولا يستفاد من هذه الآية أن الطعام كان معدا وجاهزا، وهذا دليل على المبالغة في الإكرام، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يجهز الطعام للأضياف، لأن فترة شوي العجل تحتاج إلى وقت، ولكن دل على أنه متأهب للأضياف صلوات ربي وسلامه عليه. فراغ يعني ذهب بسرعة، لم يعرض عليهم الضيافة، وإنما أتى لهم بما يضيفهم به صلوات ربي وسلامه عليه. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، جاء بعجل يعني جاء بالعجل كاملا، وهذا هو الذي ينبغي في التقديم إلى الضيف، أن تقدم له الذبيحة كاملة كما فعل إبراهيم، جاء بالعجل كاملا ووضعه عندهم. وقد استنبط بعض يعني أهل العلم من أن الإنسان يأتي بالذبيحة كاملة للضيف إكراما له، من أجل أن يتخير من الذبيحة ما شاء من لحمها. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بالعجل، وجاء بعجل سمين، لأن السمنة في الذبيحة تدل على طيبها، وأيضا أنه جاء به حنيذا يعني مشويا، والفرق بين المشوي غير المشوي أن المشوي لا يتغير طعمه ولا يدخل على طعمه طعم آخر، فيكون ألذ في الطعام. وكل هذا يدل على مبالغة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في إكرام أضيافه. قال فقربه إليهم، وهذا أيضا أدب من الأداب، لم يقل لهم يعني اذهبوا إلى المكان مكان آخر فيه الطعام، وإنما قربه إلى مكانهم، وهذا هو السنة، هذا هو السنة أن الطعام يؤتى به إلى الأضياف. وأما الذي يعني ينتشر اليوم أن تكون هناك مجلس وهناك غرفة للطعام، هذا لا بأس به، ما يقال أنه مخالف للسنة أو أنه لا يجوز، ولكن الأولى أن يؤتى بالطعام إلى الضيف في مكانه. ولكن إذا دعت المصلحة والحاجة والترتيب إلى أن يكون هناك مكان للطعام ومكان للجلوس كما هو الواقع اليوم، فإن هذا لا بأس به، ولكن الأفضل في مسألة تقديم الطعام للأضياف أن يقرب إليهم، لا أنهم يذهبوا إليه كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فعرض عليهم الأكل عرضا ولم يأمرهم أمرا، وهذا أكمل، وإن أمر أمرا من باب الإكرام فإنه لا بأس به، ولكن التعريض كما فعل إبراهيم هو الأكمل. وفوائد هذه القصة كثيرة جدا، ولكن هذه بعض الفوائد على هذه القصة العظيمة. قال وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وهذه الآية في قصة لوط، الملائكة عندما خرجوا من إبراهيم ذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام بصورة شبان مرد عليهم الصلاة والسلام فتنة لقوم لوط. فلما سمع قوم لوط بقدوم هؤلاء الشبان المرد تناقل أخبار فيما بينهم، فجاءوا مسرعين إليهم، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، والمراد بالسيئات هنا هو اللواط، هو اللواط، وهو الذي سماه الله عز وجل في القرآن الفاحشة، فاللواط أعظم من الزنا. قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني قال لوط لقومه هؤلاء بناتي، ما المراد بالبنات هنا؟ هل هن بنات لوط نسبا
أم أن المراد بنات قومه؟ الصحيح في هذا أن المراد هم بنات قومه، يعني بنات القوم، والنبي يعتبر أبا لقومه، كما قال سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة: وهو أب لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم لوط عليه الصلاة والسلام: هؤلاء بناتي، يعني بنات القوم، هن أطهر لكم. وهنا فعل التفضيل أطهر، ليس على باب أن هناك أفضل والمفضل عليه فيه صفة من المفضل، لا، لأن اللواط ليس فيه طهارة، بل هو نجاسة وقذارة. فهنا قوله سبحانه وتعالى: هن أطهر لكم، يعني أطهر من ما تفعلونه ومن الفاحشة، وليس في الفاحشة طهارة أبدا. قال: هن أطهر لكم فاتقوا الله، ذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كما قال سبحانه وتعالى عنهم: بل هم في سكرتهم يعمهون. نسأل الله العافية والسلامة. قال: ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. الشاهد لهذا الباب قال: ولا تخزوني في ضيفي، لا تخزوني في ضيفي، وذلك لأن الأضياف حقهم الإكرام، الأضياف حقهم الإكرام. ومن هذه الآية أن الأضياف لهم حق المنعة. ما معنى المنعة؟ أنك تمنع أن أي أحد يعتدي عليهم أو يسيء إليهم، لأنهم في حكمك وفي منعتك. ولذلك قال لوط عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لأنهم في حكمه، فخشي على أضيافه عليه الصلاة والسلام. فماذا قال الملائكة للوط عليه السلام؟ إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني مهما جاءوا وأرادوا الوصول إلى الملائكة فلن يصلوا. ولذلك أنزل الله عليهم عذابه ورجسه وغضبه، وعذبهم عذابا لم يعذب به أحدا من العالمين. أعظم عذاب وقع في الأمم هو ما وقع لقوم لوط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين في هذا الباب. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وقد مر علينا هذا الباب في أبواب سابقة. والشاهد لهذا الباب قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف دلالة على الإيمان بالله واليوم الآخر، فدل على أنه عبادة عظيمة جليلة على المسلم أن يحتسبها، على المسلم أن يحتسبها. لماذا؟ لأن الكرم قد يدخل فيه الفخر، ويدخل فيه الخيلة، ويدخل فيه الكبر. فلذلك المسلم يحتسب هذه العبادة لله وفي الله، لأنه قد يصرف الأموال الطائلة في الإكرام ولا يستفيد شيئا، لأنه لم يعمل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالذي يكرم الأضياف فليكرمهم لله سبحانه وتعالى، وطاعة لله وقربة إليه. وإكرام الضيف إكرام لم يحدد الشرع مقداره، فيرجع في ذلك إلى العرف. فما اعتبره الناس إكراما فهو إكرام، والإكرام يكون على حسب حال المكرم، فالناس ليسوا سواء في الإكرام. ولذلك جاء في الحديث: أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. فمثلا ليس إكرام الأمير في القوم كبقية القوم، وليس إكرام ولي الأمر كإكرام من هو دونه، وهكذا. فالإكرام بحسب الحال. أنزلوا الناس منازلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن إكرام الضيف من الإيمان بالله واليوم الآخر كما مر علينا، والثاني الإكرام يكون بالجائزة، وما هي جائزة الضيف؟ اليوم والليلة. فإكرام الضيف يوم وليلة هذا هو الواجب على المسلم، وثلاثة أيام سنة ومستحب، وما زاد على ذلك فهو صدقة، وما زاد على ذلك فهو صدقة. في الرواية الأخرى قال لا يحل لمسلم، يعني لا يجوز لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، يعني يجعله في حرج، يقيم عنده حتى يجعله في حرج. وكيف يكون ذلك؟ يبقى عنده وليس عند أخيه ما يقريه به، يعني يعطيه، ليس عنده ما يعطيه ليأكل، فيوقع مضيفه في الحرج. ولذلك إذا كانت هذه الحال فإنه لا يحل للضيف أن يبقى، لا يحل للضيف أن يبقى. أما إذا كان الأمر سعة وكان المضيف يعني مستأنسا ببقاء ضيفه ولو زاد على ثلاثة أيام ولو زاد أكثر من ذلك فإن هذا لا بأس به. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.